أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. قصتنا اليوم بتحكي عن بنت بتكون عم تحتفل بعيد ميلادها وبتتحول سعادتها لجحيم بعد ما بتتعرض لسلسلة من الأحداث المخيفة تنتهي باستحواذ شيطاني شرير. بيبدأ الفيلم بمجموعة أشخاص عم يحتفلوا بعيد ميلاد بنت اسمها كورا، ولما بتكون كورا عم تطفي الشمع بيفوت شي غريب بتمها، وبعدها بتوقف جنب المسبح وبترمي حالها وبتكون حتموت، بس شخص من الحضور بينتبه لها وبينقذها فوراً. وبعد ما يخلصوا بتاخد جينيفر الكيك وبتسأل ديريك منين جاب الكيك لأنه كتير طيب، فبيقول لها أنه مفكر بأنه هي يلي جابته، وبتضب الكيك بالبراد وبنشوف الشمع اشتغل لحاله. ولما بتكون جينيفر طالعة على غرفتها بتسمع صوت من غرفة كورا، فبتروح لتطمن عليها وبتلاقيها نايمة، ولما بتطلع بنشوف خيال أسود ظهر بالغرفة. تاني يوم لما بتفتح جينيفر البراد بتلاقي جواته كله محروق، فبيقول لها زوجها ديريك أنه ممكن ماس كهرباء. بتجهز جينيفر حالها لتروح على شغلها وبتاخد معها كورا لتوصلها على المدرسة. وبالليل وهن النايمين بيصير باب الخزانة يفتح ويسكر والضوء بيشعل وبيطفي، فبيصحوا أهلها وبيروحوا ليطمنوا عليها وبيلاقوها على الأرض وراسها مجروح. فبتاخدها جينيفر على الدكتورة وبتفحصها الدكتورة نينا وبتصور لها أشعة، وبتتفاجأ من النتيجة وبتقلها لجينيفر إنه هي الصورة مستحيل تكون لشخص عايش، وبتطلب من الممرضة تعيد الفحص مرة تانية. وبعدها بتطلع الدكتورة نينا من المشفى وبتروح بتقعد ببقر وبتحكي مع الشخص يلي عم يشتغل هنيك، وبتقله انه اليوم عملت أشعة لبنته كانت نتيجتها مثل بنتي، ولما عملوا لها أشعة مرة تانية كانت النتيجة طبيعية. وبالليل بتصحى جينيفر وديريك على صوت ضجة، ولما بيروحوا ليشوفوا شوفي بيلاقوا كورا قاصة شعرها وحاملة سكين وعم تخزق لوحات أبوها. تاني يوم بتجي الدكتورة نينا لعندهم لتطمن على كورا، وهن قاعدين بتسألهم إذا في مرض عقلي بالعيلة، فبيقولوا لها لا. ولما بتسألهم كيف وضعها هلا، بيقولوا لها إنها مو منيحة وعم تتصرف بغرابة وإنها خزقت كل لوحات ديريك. فبتخبره نينا إنه ممكن يكون عندها رعب ليلي، وإنه هالشي منتشر بس بالأعمار الأصغر، وإنه لازم تكون تحت المراقبة، وبتقترح إنه هي اللي تراقبها بما إنها حتشرف على علاجها. وبعدها بتروح الدكتورة على غرفة كورا وبتلاقيها ورا الباب، فبتحكيها بس ما بترد عليها كورا. ولما بتقرب وبتطلع فيها بتشوف حالها ببيتها وبتصير تسمع صوت بنتها وهي عم تلعبها وتتخبى منها. تاني يوم بتصحى نينا وبتكون محتارة من حالة كورا، وبتقترح على جينيفر إنه يركبوا كاميرات مراقبة، وبالفعل بيركبوا الكاميرات، وبتشوف الدكتورة كورا وهي قاعدة بغرفتها وعم ترسم بشكل غريب وعم تطلع على الكاميرا. وبالليل بتكون الدكتورة نينا قاعدة وعم تراقب كورا على الكاميرا، وفجأة ما بتشوفها بتختفى، فبتروح لعندها على الغرفة، ولما بتفتح الباب بتلاقيها واقفة، فبتقرب منها وهي عم تطلع فيها بتشوف حالها ببيتها وبتشوف بنتها الميتة. تاني يوم الصبح بتروح جينيفر على شغلة وبتروح نينا لتطمن على كورا، ولما بتجي لتتفرج على رسماتها بترفض كورا تورجيها ياهن. وبالليل لما بتكون كورا نايمة منشوف خيال أسود قرب منها وبتغفى نينا وهي ماسكة اللابتوب وعم تراقب كورا. وبعدها بتقوم كورا وبتروح على غرفة أهلها وبتطلع صورة من الخزانة وبتاخدها. وبعدها بيصحوا أهلها وبينزلوا ليدوروا عليها وبيلاقوها بالمسبح، فبينزل ديريك وبيطلعها وبيقدر ينقذها. بعدين بيروح ديريك لعند نينا وبيخبرها إنه كورا كانت حتموت، فبتعتذر منه، بس جينيفر بتكون معصبة وبتفوت لعند نينا وبتطردها، فبتضم نينا غرضها وبتروح لعند كورا بتعتذر منها وبتقلها أنه لازم تمشي، وبتشوف رسمات كورا فبتاخدهن وبتمشي. وبعدها بتروح نينا على البار وبتشرب، وهي طالعة بتخبط بشخص وبيوقعوا منها الرسمات، فبيلملها ياهن الزلمة وبتاخدهن وبتمشي. وهي ماشية بتحس أنه في حدا لحقها، فبتروح على البيت بسرعة وبتسكر الباب، بس فجأة بيجي شخص وبيصير يدفش الباب وبيفوت، فبتصرخ عليه وبيقوم وبيضربها وبيغمى عليها. ولما بتصحى بيسألها مين يلي رسم هدول الرسمات، لأنه يلي رسمهم حياته بخطر، وبيخبرها أنه هو كاهن وقضى سنين طويلة بمحاربة الشيطان. فبتاخده وبيروحوا على بيت كورا، وهنن على الطريق بتتصل نينا بديريك وجينيفر بس ما بيردوا عليها، ومنشوف كورا وهي بغرفتها نايمة وبيصيروا الأغراض يتحركوا، فبتصحى وبتصرخ، وبيركضوا جينيفر وديريك لعندها وبيحاولوا يهدوها، بس بتتفشن وبتقوم وبتصير تمشي بطريقة غريبة وبتنزل على الدرج. فبيلحقوها أهلها، بس هي بتهجم عليهم وبتصير تحكي بصوت مخيف وبتحمل السكينة وبتجي لتطعنهم، بس ديريك بيقدر يمسكها وبتاخد جينيفر السكين منها. وبعدها بتصير تمشي بشكل مخيف وبترتفع بالهواء وبتصير تصرخ وتقول نزلني، وبصيروا يحاولوا أهلها ينزلوها بس ما بيقدروا. بهذا الوقت بتصل نينا والكاهن وبيحاولوا يفتحوا الباب بس ما بيقدروا، فبيمسك الكاهن شاكوش وبيكسره وبيفوتوا لعند كورا ليساعدها، بس بتصير تحكي بصوت مخيف وبتقله هذا أنت يا فاشل، وبتقله روح زد حالك من على الجسر يمكن تنجح هالمرة، وبتطلع بدرك وبتقله أنت مو أبي، وبتندار على نينا وبتصير تقلها روحي قضي وقتك مع بنتك أحسن، فبيقر عليها الكاهن وبتنام. وبينتبه بعدين لصورة على الأرض، ولما بيسأل جينيفر مين هاد بتقله إنه هذا أبوها لكورا الحقيقي، بس ديريك ما بيعرف. وبعدها بيجي ديريك وبيسأل الكاهن شو حنعمل، وبيخبره إنه كورا مستحوذ عليها شيطان
وهو حيخرجه وبيبلش يجهز حاله لهالشي. بهذا الوقت بتكون نينا مع كورا بالغرفة وبتصحى كورا وبتقلها شي منيح انك معي وبتقلها شو رأيك تشوفيها، وبتمسك ايديها وبتشوف نينا بنتها وبتنهار وبتصير تبكي. بعدين بيجي الكاهن ليبلش بالطقوس وبيفوت على الغرفة وبيتسكر الباب وبيركضوا هن ليراقبوا كل شي على الكاميرات. وبتصير تحكي كورا مع الكاهن بصوت مخيف وبتقله انت تم طردك من الكنيسة وما عاد لك اي سلطة هون. فبيقله الكاهن للشيطان قوة ايماني حتخليني انقذ هاي البنت من شرك. فبترتفع كورا بالهواء وبيقله الشيطان ما ممكن اعطيك القوة يلي بدك اياها، بس هي البنت هلا ملكي. وبيخبره انه هو كان بالبيت من سنين طويلة وهلا ما حيترك جسدها. وبيبلش الكاهن بطقوس الطرد وبيصيروا الدروج يفتحوا وبيسكروا والضوء بيشعل وبيطفي وبصير شكل كورا مرعب وبينرفع الكاهن بالهواء. وبعدها بينفتح الباب وبتحمل كورا سكينة وبتطعن الكاهن وبترجع على التخت وبتصحى وبترجع لطبيعتها. وبيستحوذ الشيطان على جسم الكاهن وبيطلب من نينا تساعده ليحرق الشيطان. فبيطلعوا وبيركبوا بالسيارة وبيوقفوا بمحطة بنزين وبتنزل نينا من السيارة. وبصير الشيطان يحكي مع الكاهن وبيقله رجعني لجسد كورا. وبنعرف انه ابوها الحقيقي لكورا الكسندر، ولما بترجع نينا بيقلها الكاهن انه لازم يحرقوا عظام الكسندر. فبيروحوا على القبر وبتصير نينا تحفر لحد ما بتلاقي العظام. بهذا الوقت بتكون كورا حرارتها مرتفعه كتير وبياخدوها على المشفى. ومنشوف نينا طلعت عظام الكسندر وبتعطيها للكاهن، بس الشيطان بيكون عم يحاول يسيطر عليه وبيحاول يقتل نينا، بس الكاهن بيقدر يقاومه وبتطلع نينا من القبر. بعدها منشوف كورا وهي بالمشفى وقف قلبها وبصيروا يعملوا لها صدمات كهرباء، والكاهن بيصير يقلها لنينا انه تحرقه مع العظام. فبتصير تكب عليه وعلى العظام بنزين وبتشعل النار فيهم، واول ما بصير العظم رماد بيرجع قلب كورا ينبض. وبترجع نينا على بيتها وهي منهارة من يلي صار، وبتشوف بنتها وبتعانقها وبتقلها أنا هلأ حرة. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.